بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وباسمه نتوكل. ومنذ لحظات أعلنت اللجنة عن انطلاقة شوطنا الرابع خصص للجعدان لأصحاب السمو والشيوخ. ما شاء الله الكم هاي 33 شعار يتواجد هنا على أرضية هذا الشوط، 33 قعود هنا يرسمنا الأفكار أيها الأخوة. ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين. نسير إلى الصدارة، إلى المركز الأول، براق لمحمد بن ابن عبيد بن صبيح، نقله على المركز الثاني اللي في المركز الثاني سراب عبد الله بن راشد بن سلطان الاجتبي، نقلتنا على شاهين أحمد بن عبد الله بالهلي ثالث المراكز. وصل الضبي، وصل الضبي يبغي يلتحق بمسعود سالم بن خلفان بالعري الاجتبي على رابع المراكز، النقلة هناك على المركز الخامس لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم اللي هي السريع سعيد بن محمد بن خلفان بن العزيم. بينما اللي في المركز السات، اللي في المركز السات ما شاء الله هنا يتواجد الروز أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي. وفي المركز السابع نايف سالم بن مخيت والرشيد الاجتبي، ينتقل وياكم الى المركز الثامن اللي في المركز الثامن ما شاء الله سنجار لسالم بن راشد بن خدير الاجتبي. وفي المركز التاسع من يتواجد معانا مليح ولا هنا الوكيل للسيد سيف بن خلفان او احمد بن سيف الغويس، نقلتنا على المركز العاشر هناك ظبيان لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد مكتوم سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيف. هكذا هي النتيجه. ها هو النداء أيها الإخوة للمراكز العشرة، ذعناها عليكم بالهوى التمام. ولكن بعد أحذركم، خلف العشرة هناك أسامي لها صولة في هذا العالم الجميل. شاهين هو من يسيطر على المركز الأول، هو من متمسك بزمام البور أحمد بن عبد الله بالهلي. الظبي ثانيا يبغي يعيد إنجاز الأسبوع الماضي سالم بن خلفان بالعري الاجتبي. ويعلق سالم يا أبو خلفان، نقلتنا على المركز الثالث. المركز الثالث هناك نايف سالم بن بخيت والرشيد الاجتبي. وصل الروز احمد بن عبد الله بالهلي، هو من يدفع بالروز رابع المراكز سنجار خامسا سالم بن راشد بن خدير الاجتبي، النقله على المركز السادس اللي في المركز السادس ديجور خليفه بن محمد بن هول المهيري سابع المراكز شكلان احمد بن عبد الله بن محمد الهلي. وفي المركز الثامن اللي يصل له سراب لمسري بن سيف بن نايع ابو نواس، نقلتها على المركز التاسع شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن راشد بن اختير. وفي المركز العاشر هناك شاهين لخليفه بن محمد بن هول المهيري. ها هي النتيجه في ردائنا الثاني للعشره، المراكز الاولى وشاهين مسيطر على المركز الاول، صامد على مقدمه الشوط لاحمد بن عبد الله بالهلي. ولكن الظبي في المركز الثاني. الله يا الظبي، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه التشكيلة المميزة هنا لهذا الشوط. سالم بن خلفان بالعري الاجتبي المركز الثالث. والرابع هناك ياتينا الروز مع شكلان للسيد احمد بن عبد الله بالهلي. المركز الخامس الديجور خليفه بن محمد بن هول المهيري. سادس المراكز هنا جاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن خدير. هكذا هي النتيجه، الطيور هناك راحله على خط النهايه ذاهبه مع الناموس. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الانجاز، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه العروض الجميلة التي تقدم من الملاك هنا في هذه الرياضة. غير الظبي على المركز الأول، سيطر الظبي على مقدمة الشوط، ولكن شاهين هناك من الجانب الثاني أيضا صامد مع الظبي وشاهين. ظبي العطا ظبي الخوانيج. ما شاء الله اللحظات الأخيرة، شاهين هناك من الجانب الثاني أحمد بن عبد الله بالهلي. اللحظات الاخيره شاهين الظبي من الجانب الثاني. تهانينا والناموس لاحمد بن عبد الله بالهلي بمناسبه فوز شاهين في المركز الاول، الظبي في المركز الثاني، سالم بن خلفان بن علي المركز الثالث والرابع، احمد بن عبد الله بالهلي المركز الخامس ايها الاخوه. شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. ما شاء الله صوت جميل ورايح هنا بهذا الانطلاق. تهانينا والناموس السيد احمد بن عبد الله بالهلي بمناسبه فوز شاهين في المركز الاول. 4 دقائق 36 ثانيه 28 جزء الثاني. تهانينا والناموس.